أهلا بكم. المهووس بالأضواء احترق بها. دونالد ترامب فعلها مجددا، حبس الأنفاس، رفع مستوى التوتر إلى درجة الهستيريا، صعق الأمريكيين وأذهل الكوكب. فعلها ترامب، مسخ مفاهيم الديمقراطية وأظهر استثنائية في الهمجية والفوضى وهذيان القيادة. المهووس بالأضواء احترق بها وأحرق صورة أمريكا كما يعهدها الكثيرون. فعلها وحول جنون العظمة من حالة نفسية إلى واقع ملموس هز أمن أمريكا وتركها حتى اللحظة في حالة من الذعر والهلع. فعلها وأبى الخروج من البيت الأبيض كأي رئيس عادي. فعلها ودخل التاريخ كرئيس حرض على اجتياح مبنى الكونغرس وواجه العزل مرتين في غضون عام. سيدخل ترامب التاريخ كرئيس لأمة يموت فيها الآلاف في كل ساعة بسبب فيروس صغير تعامل معه باستخفاف. سيدخل التاريخ ككاذب، لا بل كأبي الكذابين. ستقرأ الأجيال كيف مزق رئيس أمريكي بلاده إلى شطرين وترك حزبه في حالة يرثى لها. ليبقى السؤال، أي صفة ستلتصق باسمه؟ هل يكون المعزولة أم المستقيلة؟ أم المطرودة أم المحكوم عليه؟ وحدها الأيام كفيلة بالإجابة. ليبقى ترامب حتى اللحظة الرئيس الذي أحرق نفسه وأجهض أي ولادة لغد أفضل. وكأن مخاض أمريكا لن يعرف نهاية. أهلا بكم إلى مخاض أمريكا. We're gonna walk down to the Capitol. At this hour, our democracy is under unprecedented assault. They tried to disrupt our democracy. They failed. On this vote, the ayes are 232. The nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. The efforts to censor, cancel, and blacklist our fellow citizens are wrong. And they are dangerous. سعداء أن يكون معنا في هذه الحلقة السيد بات إلدر، مدير مشروع ميليتري بويسنس، وينضم إلينا من ميريلاند في الولايات المتحدة بالتأكيد. ومعنا أيضا الزميلة بهية حلاوي، مديرة الميادين أونلاين من بيروت. سنبدأ منك سيد إلدر. إذن هي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة أن يحال الرئيس لمرتين أمام المحاكمة في مجلس الشيوخ. بداية، ما خطورة ذلك؟ ولو اتفقنا أن هناك حالة تخبط في الولايات المتحدة، من هو المتخبط؟ منظومة الدولة أم ترامب شخصيا؟ Well, thank you for having me. You know, first I'd like to wish happy birthday. شكرا على استضافتي. The great American revolutionary Dr. بداية أود أن أستذكر مولد القائد الأمريكي العظيم مارتن لوثر كينغ. آمل أن ينفجر الحزب الديمقراطي بطريقة افتراضية بالطبع، وأن يتناثر على شكل الكثير من الأحزاب وتكتلات، لكن الأرجح ذلك لن يحدث. بكل حال، دعونا نتذكر الأهم. واحد من كل ثماني أمريكيين لا يملك ما يقتات منه، و33 مليون أمريكي لا يملكون تغطية صحية، و30 مليون أمريكي لا يمكنهم أن يشتروا الدواء. العجز في الموازنة هو تريليونات الدولارات، وجائحة كوفيد 19 تقتل 3000 أمريكي في اليوم. يمكنني بالطبع أن أرد على سؤالك من خلال ما يلي. 20% من الديمقراطيين ومن الجمهوريين تحديدا في الكونغرس هم ما أنعتهم بالجمهوريون الدستوريون، أي أن 80% من الجمهوريين هم من داعمي ترامب، وهؤلاء يصدقون الأكذوبة الكبرى، ومفادها بالطبع أن الانتخابات قد سلبت منه
وكانت مسورة، ونعرف أنها لم تسور. بالتالي لنفهم واقع الحال لابد وأن ننظر إلى الحزب الجمهوري اليوم، لا سيما بالنسبة إلى موطئه الأساسي في الجنوب، وأن نطلع على نتائج الانتخابات الأولية في حملات الانتخابات التي وقعت، حيث أن قاعدة الحزب الجمهوري في الانتخابات الأولية قد قررت أن تنتخب زمرة من الفاشيين، وبهدف استقطاب هذه الأصوات أعتبر أن ترامب قد شرع الأبواب أمام عالم من الشر والجحيم. وفي هذا الحزب لدينا ميكالسكي مثلا من ألاسكا، ورومني من يوتا، وهما من الشخصيات الدستورية وشخصيات مثل دون كيسيتش، وأعتقد أنكم قد استمعتم إليهم، لكن في أفضل الأحوال هم من محبي الرأسمالي الكبير الذي يسعى فقط إلى الارتقاء بوضع الحزب الجمهوري على حساب الأمريكيين وعدم إعادة توزيع الثروات. سيد إلدر، طالما تتحدث عن الحزب الجمهوري وعن محاكمة ترامب، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يقول إنه من غير الممكن أن يحاكم ترامب إلا بعد خروجه وتعيين جو بايدن رئيسا للبلاد. والسؤال هنا، لماذا إذن تجري محاكمة ترامب بعد خروجه من المنصب؟ ما الجدوى من ذلك؟ Well, I think if there is a Senate trial. أعتقد أننا لو شهدنا على جلسة استماع ومحاكمة في مجلس الشيوخ وقد خلصوا إلى أنه مذنب، فهذا يعني أن الجميع سيتعرف إلى جرائمه، وكنتيجة لذلك لابد لمزيد من أعضاء الحزب الجمهوري أن يعتمدوا العقلانية، وهذا سيمنعه من الترشح مرة أخرى. بالطبع هو الخوف الأساسي أن يترشح مرة ثانية وأن يحصل على أصوات كافية ليفوز في الرئاسة. بالتالي مهمتنا تقضي بأن لا يحدث ذلك وأن يتم تمرير العزل أو قرار العزل. حتى وإن رحل عن السلطة لابد وأن نشن حملة تثقيفية على مستوى القاعدة من الناخبين الجمهوريين، مفادها أن هذا الرجل هو خبر سيء للبلاد. وأنا أدعم بالطبع مساعي المحاكمة في مجلس الشيوخ، لا أرى أنها ستنجح، لكنني أعتقد أن هذا المسعى هو لزام على الديمقراطيين. أن يحمل الديمقراطيون ترامب مسؤولية ما حصل في الكونغرس ويتهمونه بالتحريض على التمرد وصولا إلى التصويت على عزله، مواقف تأتي في سياقها الطبيعي. ولكن ثمة أصوات في الكونغرس كان لها وقع خاص خلال جلسة التصويت على المسائلة، إنهم الجمهوريون العشرة الذين قرروا التغريدة خارج السرب. لنتابع. The president took an oath to defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. Last week there was a domestic threat at the door of the Capitol, and he did nothing to stop it. That is why, with a heavy heart and clear resolve, I will vote yes on these articles of impeachment. My vote to impeach our sitting president is not a fear-based decision. I am not choosing a side, I'm choosing truth. It's the only way to defeat fear. The question is, did the president incite a riot against an Article 1 against the Congress? Yes, he did. And so should he be held responsible? I was in the House chamber when it was being attacked a week ago today. That was a moment that called for leadership. I was hoping to see the president rapidly try to de-escalate, try to denounce, try to stop the violence from occurring, and he abandoned his post. To me, that was disqualifying. This is from Liz Cheney, the number three ranking Republican in the House of Representatives. She just released a statement saying that she will vote to impeach President Trump. She said, the president of the United States summoned this mob, assembled the mob, and lit the flame of this attack. Everything that followed was his doing. The president bears responsibility for Wednesday's attack on Congress by mob rioters. He should have immediately denounced the mob when he saw what was unfolding. A vote to impeach will further fan the flames of partisan division.
بهي حلاوي نتحدث عن 10 نواب من الجمهوريين وقفوا خلف الديمقراطيين بالتصويت لصالح عزل ومحاكمة الرئيس ترامب. هو الرقم ليس قليل وليس كثير بذات الوقت، لكن لماذا مثلا تحارب ليز تشيني وهي من أبرز وجوه الجمهوريين من داخل حزبها؟ وما هي الوجاهة في الحديث أنه الحزب مشتت ومنقسم ويشهد صعود تيارات عديدة؟ أكيد يعني السؤال الأول أو الجزئية الأولى مرتبطة بطبيعة الانقسام ومحاولة التيارات يعني إيجاد أو التنافس فيما بينها على قيادة وروح الحزب. ربما أشرح قليلاً عن الانقسام الحالي بداخل الحزب الجمهوري وتداعيات هذا الانقسام على روح ومستقبل الحزب، وبالتالي تصبح الصورة أوضح. 10 نواب جمهوريين صوتوا فعلاً ضد ترامب. هذا ليس بعدد يعني انقلاب على ترامب بطبيعة الحال. نرصد بعض المناورات من شخصيات مؤسساتية مثل ميتش ماكونيل، يعني لا يخرجون عن أو من طوع المؤسسة الحاكمة، ولكن بنفس الوقت لا يتحملون ولا يريدون أن يخسروا ويستفزوا القاعدة اليمينية المتطرفة الصلبة إذا صح القول. الإعلام التقليدي اليوم بدأ يتحدث عن بعض المشاكل بداخل القاعدة الإنجيلية حتى. أيضا هناك محاولات من بعض يعني الشخصيات لتقديم أنفسهم مثل ليز تشيني لأنهم هم مستقبل الحزب والحل السريع يعني والملائم لإعادة هذه السيطرة على الحزب وترميم ما تضرر خصوصا بعد غزوة الكابيتول. مثلا ميت رومني تحدث عنه الضيف الكريم ويعارض ترامب منذ اليوم الأول، هو فعلا نموذج عن اليمين الكلاسيكي. لينزي جراهام أيضا يحاول أن يرث ميتش ماكونيل. بعض الأشخاص ينتقدون ما حصل في غزوة الكابيتول ولكن لا يريدون التصويت ضد ترامب. السبب الرئيسي وراء كل هذا أنه هذه النماذج أو التيارات اليوم في الظرف الراهن تحاول التأسيس والتوظيف للمرحلة السياسية والانتخابية المقبلة. نتحدث عن انتخابات نصفية بعد عامين، نتحدث عن انتخابات رئاسية بعد 4 أعوام. التيار الكلاسيكي اليوم بالحزب الجمهوري يقول أنه نجرب الشعبوية وهذه النتيجة. يعني الترامبيون إذا صح القول يعتقدون أنهم ضحية للمؤامرة من الحزب الديمقراطي والدولة العميقة لإبعاد المحافظين، وتيار ثالث يقول أنه هو مع أنه شعبوي إلى حد ما ولكن يرفض هذه الشعبوية المتطرفة ويريد فقط منع الأجندة الليبرالية ويعزي أو يعتبر أنه هذا السبب وراء غزوة الكابيتول ووراء خسارة ترامب الانتخابات. النقطة الأساسية أو الخلاصة أنه قاعدة ترامب أكيد بلا شك تأثرت بعد خسارة الانتخابات وبعد غزوة الكابيتول وبعد حتى إجراءات العزل، لكنه ما زال الشخصية الأقوى بداخل الحزب الجمهوري. أي تيار صاعد أو أي محاولة صعود من تيارات لابد من أن تصل إلى عقل وقلب القاعدة اليمينية الصلبة وتوظف وتنطلق من هناك، خصوصا إذا ما أرادوا استمالة بعض المعتدلين واستمالتهم نحو اليمين، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى بعض المناشدات لدى جزء من الديمقراطيين الذين يطالبون بعزل الراديكاليين يعني سياسيا لأنهم لا يستحقون المشاركة. سيد إلدر، ويبدو أنت كنت توافق على حديث الزميلة بهية حلاوي، هي تحدثت بالكثير من المعطيات وأيضا تطرقت إلى مواقف الصقور في الحزب الجمهوري، يعني هناك موقف لماكونيل وهناك موقف حتى لبنس، لكن وكأنه مواقف القيادات أو الصقور في الحزب الجمهوري تقف على رمال متحركة، يعني قدم مع الدولة والمؤسسات وقدم مع ترامب وهذا التيار، أليس كذلك؟ I think her comments are excellent and I think she's brilliant. أعتقد أن التعليقات التي ساقتها ممتازة وهي لامعة جدا صراحة. أود أن أضيف أنه على مستوى مجلس النواب 139 عضوا من 179 عضوا قد صوتوا ضد إلغاء الفوز الانتخابي لبايدن، وهؤلاء ليسوا منفتحين على أي حوار. أحد الجيران لدي هو عالم فيزياء ويضع قبعة تحمل شعارا منددة بنتيجة الانتخابات، وسألتها ما رأيك بماريلاند، هل تعتقد أن مجلس تنظيم الانتخابات في ماريلاند كان متواطئا فيما حصل، هل تعتقد فعلا أن ما حصل هو انقلاب؟ ولا يرد علي. بالتالي نرى سوادا أعظم مناوئ لهذه الحالة. حركة 8 من 52 جمهوريا في مجلس الشيوخ قد
صوت ضد رغبة المجمع الانتخابي، لكن في الوقت الراهن ترامب يتمتع بمعدل قبول شعبي هو 29%، واستفتاء أفاد مؤخرا أن 47% من الجمهوريين قد دعموا محاولة الانقلاب. بالتالي لا شك في أننا لا نزال نعيش حالة من المصاعب الكبرى هنا في أمريكا، لكن لا أعتقد صراحة أننا سنرى الجمهوريين يرتقون بأجندة بايدن، لكننا سنشهد على العكس الكثير من الضغوط لكي يتجه الديمقراطيون نحو اليمين لا اليسار كما أفضل، وسنشهد على ضغوط جامة مفروضة على بايدن، لا سيما من جانب أشخاص مثل السناتور مانشن من فيرجينيا الغربية، لكي يفرض الضغوط حتى على زملاء الجمهوريين. طيب سيد ألدر، يعني هو كل هذه الأحداث تصاعدت بعد غزوة الكابيتول، بالتالي هل ما حدث هو إرهاب محلي؟ وأسألك وأنت كأمريكي، إلى أي حد ما حدث في الكونغرس هو محرج للأمريكيين أن تخرج الولايات المتحدة بهذه الصورة؟ الأمريكيون صراحة بصورة عامة لا يبالون بالنسبة إلى الصورة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، ومعظمهم لم يرحلوا عن أمريكا ولا يفكرون بهذه الطريقة، بالتالي لا يكترثون لما يفكر به الآخرون في العالم. ولا بد وأن نفهم أن ما حصل ليس حادثة معزولة. عندما حصلت واقعة الكابيتول، ترامب قد أجج النفوس وأرسل بهم إلى أمام الكابيتول، ولا وجود لأي أمر معقد لنفهم ذلك. وعندما ننظر إلى ترامب كرجل، نرى أنه أشبه بالشيطان، ولا طالما كان مستبدا كاذبا ومخادعا. انظروا إلى ما حصل في واقعة تشارلتسفيل منذ بضعة أشهر، حاول أن يقلب بعض الناس على البعض الآخر. انظروا إلى ما حصل في ميشيغان. في ميشيغان رأينا مئات الأشخاص الذين يحملون الأسلحة النارية، وقد شاركوا في مهاجمة الكابيتول، وقد أثنى على فعلاتهم وقام بمهاجمة أنتيفا، حركة أنتيفا، على ما وقع من أعمال عنف في المظاهرات. وأنا أقود المظاهرات في واشنطن منذ 30 عاما، ولا طالما كنا نتحدث عن حركة أنتيفا على أنها أشبه بحركة المراهقين، أي المستجدين على هذا العمل الشعبي، وهي بعيدة كل البعد عن العمل العنفي. ونتذكر كذلك ما حصل في ويسكونسن عندما تقدم المتطرفون وقتلوا شخصين ودافع عنهما ترامب، ورفض مرات عدة أن يتقبل التناقل السلمي للسلطة. لذلك هو أشبه بمزيج بين شخصيتي موسوليني وهتلر. بالتالي الشعب الأمريكي صراحة لا يهتم بكيفية رؤية أمريكا نتيجة ما يحدث في العالم، وكثر منهم أساسا لا يواجه هنا مشكلة في سجل ترامب. تبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في أفغانستان والعراق بأنه لمواجهة تهديدات خارجية ومحاربة الإرهاب، ولكن ماذا يعني يتجاوز عدد الجنود الذين ينتشرون في واشنطن اليوم أعداد العسكريين في كلا البلدين، ولأي سيناريوهات يستعد هؤلاء؟ نتابع. In an interview with the New York Times, a senior Pentagon official called the security situation in Washington unprecedented. What kind of scenarios is the military preparing for? Well, right, in that report, that official outlined kind of the worst case scenarios that they are planning for, which involve snipers, drones, active shooters. Inauguration is, of course, just 1 week from today, and there is heightened concern all around Washington about that event, which historically, no matter your politics, tends to be of a celebratory nature. This peaceful transfer of power, of course, is the most sacred and critical of American traditions. This time around, however, when you're walking around the Capitol, you can see thousands of National Guard troops have already been deployed. You mentioned an expected 20,000 troops. As Major was describing in the previous segment, more than serving in Iraq and Afghanistan just shows you the gravity of this moment.
بهي حلاوي، ما الذي جعل اقتحام مبنى الكونغرس، وكان الأخير بالمناسبة منعقدا في واحدة من أهم جلساته، ما الذي جعل ذلك أمرا سهلا وعاديا من قبل أنصار ترامب؟ وهل بسهولة ستتخلص مؤسسات الدولة الأمريكية من تبعات ذلك؟ يعني محمد، لن أختار مصطلح سهلا، ولكن أقول أنه عدة عوامل ربما ساعدت على إنجاح هذه الغزوة أو هذه المهمة. أولا، هذه المنطقة في واشنطن تشهد عادة وقفات احتجاجية، تحركات، مسيرات تاريخيا في الولايات المتحدة. أيضا الأجهزة الأمنية اعتادت على دخول الناس ووجود مثل هذه التحركات نظريا، ولكن ما حصل أنه كان هناك استخفاف بقدرة هؤلاء المشاغبين واتكال على الوعي المجتمعي، وهو أمر لم ينجح. ايضا موضوع التجهيزات الامنيه التي يعني رصدناها، وحتى الصور التي جرى تداول بها على منصات التواصل الاجتماعي، واضح انه سمحوا لمثيري الشغب بعض عناصر الشرطه طبعا بالدخول، فضلا عن معلومات عن تنسيق مع عناصر شرطه حاليين ومتقاعدين ورجال اطفاء. كل هؤلاء لديهم خبرات تقنيه ويعرفون تماما كيف يعني تعمل الامور في هذه المنطقه. واليوم هناك قرار لدى وزاره العدل في امريكا ايضا بفتح تحقيق حول سلوك واداء عناصر الشرطه. ايضا ربما عنصر المفاجاه، عنصر المباغته والمشهد الفوضوي السريالي الذي رصدناه بعيد عن واقع الكثيرين، ولم يتمكنوا من تدارك الموضوع وربما استيعابه بصوره سريعه. اخيرا، ربما ما جرى في الاشهر القليله الماضيه من احتجاجات و عمليات اقتحام لمباني رسمية والسيتي هولز في عدد كبير من الولايات من قبل نفس المجموعات المتطرفة اليمينية، جعل ربما أمر الفوضى وهذه العمليات العسكرية أمرا سهلا وسهل المتناول. نعم. النقطة الأخيرة أنه أكيد الموضوع صعب، يعني التحقيقات التي أو التقارير التي نسمع عنها اليوم تتحدث عن صعوبة رصدها هؤلاء، خصوصا الانسايدرز او الاشخاص في داخل المؤسسات الذين عاونوا ربما او ساعدوا في عمليه التخطيط والتحريض، لانه عدد كبير وهم يدركون كيف تسير الامور داخليا وكيف يجري الوصول الى هذه الشخصيات، وبالتالي ياخذون احتياطاتهم بصوره يعني كبيره. سيد إلدر، اذا حاله من الترقب تسود البلاد في 20 يناير، وهناك عدة سيناريوهات خطرة كشف بعضها ربما FBI بمحاولة مهاجمة بعض المباني الفيدرالية. هو يوم استثنائي، نريد أن نستوعب أو نتخيل حجم الخطر الداخلي في هذا اليوم. Well, I'd like to you know, just part you know, issue with what your prior guest just said. أود فقط أن أعقب على ما قالته الضيفة منذ قليل. بالنسبة إلى التهديدات الأمنية وصعوبة توقع التهديدات الأمنية، ناهيك عن تعقب أماكن تواجد الأشخاص الذين يعملون من الداخل. أنا تعرضت للتعقب سابقا من جانب FBI ووكالة الاستخبارات المركزية، وحتى أضيف اسمي إلى قائمة الإرهاب، لكن لابد أن نتيقن أن 134 شخصا قد جرى احتشادهم يومها، ووصلت قوات واشنطن عند 4:30، أي بعد بداية المظاهرات بأربع ساعات. إذا ما كنا نتحدث مثلا عن قاعدة إنجليك في تركيا، فيكفي هذا الوقت لنقل 4000 جندي إلى أربيل في 4 ساعات. عندما كنت في عام 86 بعد 1900 في الكلية في واشنطن، أي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، إن مختلف مسؤولي وزارة الخارجية الذين كانوا يأتون ليعطونا المحاضرات كانوا لا يفقهون ما يحدث، وأعتقد أن الجميع لا يفقه ما يحدث حاليا في داخل هذه الإمبراطورية التي باتت تطأطئ رأسها وتقوم على قدمين ضعيفتين. رأينا مؤخرا كومي الذي كان قد عبر عن انشغاله بالنسبة إلى سلوك الطبقة الوسطى في الوكالات الاستخبارية، لأنه ليس متأكدا إن كانوا سيأتمرون لأمرة أو لهرمية الأمرة.
كما أن الكثيرين باتوا قلقين بالنسبة إلى رد فعل أصحاب الرتب الوسطى بالنسبة إلى أصحاب رتبة الرائد، وكذلك بعضهم كان حاضرا بين الحشود ومنهم قدامى أفراد هذه المؤسسة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهندسة التدخلات المختلفة في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهؤلاء كانوا مشاركين في هذه التدخلات، وبالتالي بدأت المتكرر علينا. هذا في الحلقة سيد ألدر. الأسباب الأمنية دفعت إلى تأجيل البروفا التي كانت مقررة لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. الوضع الأمني وفيروس كورونا وغياب ترامب أبرز ما سيميز ربما حفل تنصيب بايدن، ولكن ماذا عن المحطات اللافتة الأخرى التي شهدها الأمريكيون خلال تنصيب رؤسائهم؟ كامل القصة مع بلال عبود. حفل تنصيب الرئيس هو مناسبة تهدف إلى تجسيد لحظة انتقال السلطة بشكل منظم وسلمي في دولة ترفع شعار الديمقراطية، لكن هذه المناسبة لا تخلو من المواقف الغريبة واللحظات الشائكة. فالرئيس التاسع لأمريكا ويليام هنري هاريسون رفض أن يرتدي ثياباً تتلائم مع البرد القارس يوم أدائه اليمينة، وألقى خطاباً على مدى ساعتين ونصف في أطول حفل تنصيب لأي رئيس. أصيب بعدها بالتهاب رئوي دفع ثمنه حياته، وكان أول رئيس يتوفى في المنصب، وهو صاحب الولاية الأقصر بين الرؤساء والتي دامت 31 يوماً فقط. خطابات حفل التنصيب مهمة جداً للرؤساء لإعلان رؤيتهم للمرحلة المقبلة، لكن الرئيس الأول جورج واشنطن قدم أقصر خطاب من 135 كلمة فقط. في عام 2009 تلعثم كبير قضاة المحكمة العليا خلال تلقينه اليمين الدستورية لباراك أوباما، لذا تم إجراء قسم منفصل في اليوم التالي للحرص على أن الرئيس أقسم اليمين بشكل صحيح. وحفل تنصيب أوباما شهد أكبر حشد بين باقي الرؤساء، لكن ترامب يرفض ذلك ويؤكد أن تنصيبه كان أكبر تجمع يشهده متنزه ناشونال مول. بعض الرؤساء صنع لنفسه مواقف غريبة. نيكسون كان قلقا من أن تعكر طيور الحمام مناسبته، فطلب رش مواد لطردها، لكن تلك المواد كانت سامة وأصبحت الطرق ممتلئة بطيور ميتة. ثيودور روزفلت كان يضع في إصبعه خاتماً فيه خصلة من شعر أبراهام لينكولن لأنه كان متأثراً به. نواب الرئيس يقدمون أيضاً خطابات مقتضبة، لكن نائب لينكولن أندرو جونسون كان في حالة سكر بسبب خليط أدوية من ذلك الزمن وضعه في موقف محرج سجله التاريخ. يحرص الرؤساء على وضع اليد على الإنجيل خلال أداء القسم، ومنهم من يستخدم كتابه الخاص أو كتاباً آخر لشخصية رمزية. سيد إلدر، يبدو في حفل التنصيب لبايدن بأنه جائحة كورونا وترامب اجتمعا معاً، ويعني مثلا حالة غريبة في حفل تنصيب بايدن، لكن أكثر المتفائلين ببايدن يعي بأن هذا الرجل سيرث تركة ثقيلة من ترامب. كيف سيصلح ذلك وكم يحتاج من الزمن؟ Well, I mentioned before that he needs all of the Democratic support. كما ذكرت سابقا يحتاج بايدن إلى الدعم الديمقراطي بصورة كاملة. الآن نملك خطة من 1.9 تريليون دولار تم الكشف عنها، وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي على مستوى غرفتي الكونغرس ليسوا سعداء بشأن هذه الخطة. لم يتحدثوا عن تحفظاتهم بعد، فالوقت لم يحن لهذا الأمر بعد، لكننا سنرى لاحقا أن الوقت سانح لأصحاب وداعمي الشركات وهم القوى النابضة خلف هذه الخطة برماتها. دعونا لا ننسى أن نتحدث هنا عن قطاع الصناعة الكيميائية وكذلك قطاع الدفاع والصيرفة والاتصالات، ويمكنهم أن ينفقوا تريليونات الدولارات
بهدف توجيه البوصلة كما يريدون على مستوى الكونغرس، وبالطبع لا يريدون أن يروا زيادة معدلات الضرائب وزيادة اللوائح والأنظمة التي يمكن أن يتوقعها الناخبون في ظل رئاسة ديمقراطية وسيطرة ديمقراطيين على مجلس النواب وعلى مؤسسات أخرى في السلطة. بالتالي بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي بحد ذاته، أنا لا أنتمي إلى هذا الحزب الديمقراطي وأنتمي إلى حزب الخضر، فالحزب هذا يرفض التمويل المفرط في الحملات السياسية والحملات الانتخابية، ولا أرى بايدن يحصل على انطلاقة سريعة في ولاياته، ولكن سيحقق الموافقة بالنسبة إلى الأسماء التي يقدمها على مستوى الوزراء. لكننا إذا ما نظرنا إلى الأسماء المقدمة، عادة يتم إصدار قرار الموافقة على الأسماء حتى قبل يوم التنصيب، ولكن ذلك لم يحصل بعد هنا. سيد إلدر، اسمح لي هنا أن أنتقل إلى الزميلة بهية حلاوي، وأنت تطرقت إلى موضوع مهم جدا وهي الأسماء التي طرحها بايدن. بهية حلاوي، هل هناك اعتراض ومعرقلات أمام هذه الأسماء؟ وهو يوم التنصيب فعلا يوم استثنائي، كيف ستكون انطلاقة بايدن والأضواء ربما ستكون مسلطة على ترامب حتى بعد خروجه من السلطة؟ بالفعل يعني كما أشرت محمد، اليوم بايدن حاز على 81 مليون صوت، هذه نسبة قياسية تاريخية. منطقيا الأنظار يجب أن تتوجه على الخطوات التي سيبدأ باعتمادها، الفرق التي ستعمل معه والخطط العملية التي سيباشر بتنفيذها، وخصوصا الإجراءات السريعة التي يطالب بها الجمهور، تلك المرتبطة ب يعني آلية التعاطي مع كورونا والوضع الاقتصادي الصعب. هو بحاجة إذا للفت الأنظار، خصوصا للجمهور الذي صوت له فقط ليبعد ترامب عن ولاية ثانية، هو بحاجة لإثبات نفسه وصدقية الوعود التي قدمها لهؤلاء. أما اليوم ما نجده أنه حتى بعد خسارة ترامب ما زال هو الحديث سلبا أو إيجابا في الإعلام حتى بداخل الكونغرس، ويسيطر يعني أو يهيمن على الساحة الافتراضية حتى على منصات التواصل الاجتماعي. هذا من نقطة بما يتعلق به يعني الإعلام والأضواء التي يحتاجها بايدن أمام الجمهور، وطبيعة لها انعكاسات كثيرة يعني في المرحلة السياسية المقبلة. من جهة أخرى يمكن ملاحظة أيضا، وكما يوثق الإعلام الأمريكي التقليدي اليوم، أنه في هناك محاولة عرقلة من قبل الكونغرس لعمل بايدن. حتى الآن لم يعقد أي جلسات يعني للاستماع بشأن الأشخاص أو المرشحين للمناصب المناصب التي تختارهم. إذا ما أخذنا بعض الأمثلة محمد، تم تثبيت 12 من المرشحين لمناصب في أول يومين لرونالد ريغان، 13 من المرشحين لبيل كلينتون، 7 من مرشحي جورج بوش الابن، 9 من مرشحي أوباما، حتى ترامب نفسه يعني كانت الإجراءات أبطأ ولكن كان في احترام للبروتوكول. اليوم هناك جلسة استماع كانت مقررة حتى لتثبيت تعيين مرشحة بايدن لمنصب الاستخبارات الوطنية إيفريل هاينز، وأيضا يعني جرى تأجيله. كل هذا سيكون له انعكاسات كما أشار الضيف الكريم إلى أنه هذا عمليا تأجيل للمباشرة بالعمل وتداعيات أو نتائج هذا العمل بصورة إيجابية أمام الرأي العام وأمام الشعب الأمريكي. ماذا لو قدر للعالم محاكمة ترامب على أفعاله خلال سنوات حكمه؟ تابعونا بعد الفاصل. جديد، أهلا بكم. ترامب يواجه لائحة اتهام طويلة تتضمن ارتكاب جرائم خطرة في بلاده. التحريض على التمرد والعنف وإثارة الفتنة هما أبرز الجنح التي تواجه في أي محاكمة برلمانية. ولكن ماذا لو قيض للعالم أن يحاسبه على أفعاله خارج الولايات المتحدة؟ التهمة الأولى ستكون القتل، لكن أين تحديدا؟ نبدأ من اليمن. ترامب مكن التحالف السعودي من مفاقمة معاناة اليمنيين الذين قتل منهم الآلاف خلال عهده،
الصفقات العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية زادت على نحو غير مسبوق خلال عهد ترامب الذي أجهض قرارا في الكونغرس ينهي الدعم العسكري للسعودية في حربها على اليمن. تهمة القتل تواجه ترامب في قرار اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد، جريمة تستدعي المساءلة عن عمليات القتل العمد وفق مقررات الأمم المتحدة. جريمة أخرى أسهم ترامب في تغطيتها والتستر على مرتكبيها هي جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. السرقة تهمة أخرى تواجه ترامب. قرار الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس مثل سرقة موصوفة لحقوق الفلسطينيين وتعزيزا للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ينطبق على قراره بخصوص جولان المحتل. وبالحديث عن سوريا، كرس ترامب الاحتلال الأمريكي حيث حقول النفط في شرق البلاد. الحصار جريمة ارتكبها ترامب أيضا على مرأى من العالم كله في كل من إيران وسوريا وفنزويلا من خلال تعزيز العقوبات التي فاقمت معاناة شعوب هذه البلدان خصوصا في مكافحتها للكورونا. تهديد ترامب طال الكوكب كله أيضا. هكذا أجمع العالم حين وقع ترامب قرار الانسحاب من اتفاقية المناخ. نقاش أعمق مشاهدينا حول هذه اللائحة الطويلة لجرائم ترامب في العالم في فقرة بين الداخل والخارج. نجدد الترحيب بضيفينا السيد بات إلدر مدير مشروع ميليتري بويسنس وبهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين. وسيدة بهية، لنفصل أكثر فيما استعرضناه بهذه الجرائم أو الانتهاكات التي حصلت خارج الولايات المتحدة لكن في عهد الرئيس دونالد ترامب، وكان اسم الولايات المتحدة واردا بها من قريب أو من بعيد. بموضوع المحاسبة لترامب على مستوى العالم أكيد الأمثلة تكاد لا تنتهي. إذا ما انطلقت محمد مما انتهيت إليه يعني منذ قليل، تحديدا من خلال ولاية ترامب، أتحدث هنا عن اليمن، استشهد أكثر من 8000 يمني من بينهم من قتل بغارات أمريكية. التحالف السعودي شن أكثر من 22000 غارة. هناك أكثر من 24 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية عاجلة. نتحدث عن أكثر من 16 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كل هذا طبعاً من دون شك أحد أسبابه الرئيسية الدعم اللامحدود من ترامب أو الذي قدمه ترامب للسعودية. أيضاً إذا ما فصلنا حول سوريا، ترامب أبقى يعني على الاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا، وصرح بشكل واضح أنه يعني هو يريد إبقاء هذه الجنود هناك للاستفادة منها بما يتعلق بموضوع النفط، يعني بسرقة النفط إذا صح القول. حتى الإعلام المؤيد للجمهوريين، أتحدث مثلاً عن وول ستريت جورنال عام 2019 إلى جانب مقالات في بوليتيكو، فيديوهات موجودة في رويترز، كلها وثقت خطة ترامب لسرقة النفط السوري. في إيران لا أريد يعني العودة كثيراً إلى الماضي، يعني قبل أيام فقط سمعنا عن إدراج المؤسسة المعنية لإنتاج أو تصنيع اللقاح الإيراني ضد فيروس كورونا على لائحة العقوبات. يعني طبعاً لا نتحدث هنا عن أسلحة، لا نتحدث عن العسكر، نتحدث عن معدات طبية ومواد طبية بحاجة أو في خضم أزمة صحية يعني موجودة في كل العالم. هنا السؤال، ما هو الغرض يعني من محاربة إيران بهذه الصورة ويعني إسقاط العقوبات بهذا الشكل؟ نفس الأمر يعني حتى في فنزويلا، هذا الأمر إذا ما رصدنا حتى عمليات التصدير والإنتاج أو الاستيراد والتصدير المرتبطة بالمعدات الطبية والمواد المستخدمة في إنتاج اللقاحات، نجد أنه انحدرت بصورة كارثية خلال عهد ترامب. هذا أثر على الشعبين الإيراني بنفس الصورة، حتى أثر على الشعب الفنزويلي. إذن هذه نماذج بسيطة تحدث فيها عن إيران. وهذه النماذج بهية حلاوي نسأل عنها السيد إلدر، ونقول سيدي هذه عبارة عن ملفات ثقيلة ستكون في إدارة جو بايدن، وربما لو قيض للعالم محاكمة ليس ترامب بل هنا تحاكم أو تحاسب الدولة الأمريكية، كيف ستتعاطى الإدارة الجديدة مع هذه الملفات الثقيلة؟ Well, last time I checked, an F-35 sells for
طائرة F-35 تساوي قيمتها 100 مليون دولار بحسب ما أذكر، وهي محببة لدى السعوديين وكذلك كوريا الجنوبية واليابان ودول كثيرة أخرى. بالتالي إن كنا نعيش في عالم ينعم بالسلام وحيث النزاعات مفقودة ولا يمكن لأحد أن يولد الخوف، لن نشهد على سوق لبيع طائرات F-35. أنا أعيش على بعد أميال قليلة من قاعدة بنتاكستن للتجارب الجوية، حيث يتم تصنيع بضع قطع طائرات ومقاتلات F-35، وهذا المرفق يوظف 22,000 شخص. بالتالي لابد وأن ننظر بداية إلى هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري لهذه الصناعة. إضافة إلى ذلك، وقد ذكرتم الكثير من الملفات تحديدا بالنسبة إلى سليماني رحمه الله، أعتذر جدا عما حصل، لكن 3 يناير كانون الثاني كان يوما مفصليا. الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا الإيرانيون ولا العراقيون، لكن لا يمكنني أن ألومهما، لا يمكنني أن ألوم العراق أو إيران، لأن ما يحصل هو ضرب من النفاق. يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتفوه في الأمم المتحدة بكل ما تريد، ولكن مجرد عدم انتماء الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المحكمة يمكن أن نتبين وقع فترى أنها خارج القانون، وذلك يتجدد ويتأكد في ظل قضية اغتيال الخاشقجي. والهدف من التواطؤ هنا هو التقرب أكثر من السعوديين والتفاوض على صفقة السلام المروعة التي شهدنا عليها بين الصهاينة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية المطبعة. لا أرى لما العالم لا يمكنه أن يفقه ما يحدث، أقله الإيرانيون يفهمون ما يحدث. وبالنسبة إلى سرقة النفط السوري، هو يفلت بفعلته، لكنني أعتقد أن كل هذه الأمور ستصل إلى حائط مسدود، وأن هذه الإمبراطورية بدأت تشكل جسدا هزيلا مقارنة مع ما كانت عليه في الماضي. أمل أقله أن يعود جو بايدن إلى خطة العمل الشاملات المشتركة، وأن نتمكن من تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن نخفف من وطأة العقوبة. حري به أن يفعل ذلك. كنت من المتظاهرين سابقا الذين وقفوا أمام السفارة الفنزويلية في واشنطن والدفاع عنها. لم أكن أنوي أن أجازف بحياتي، لكنكم تتذكرون ما حدث، وتمكنت من التصدي للشرطة التي قررت أن تجتاح السفارة، نظرا لأن إدارة ترامب اعتقدت بكل بساطة أنها قادرة على الاعتراف بحكومة مزيفة وأن تقيم سفارة مزيفة في قلب واشنطن، ولكننا رفضنا أن نشارك في الأمر، وقررنا أن نعيد المفاتيح لحكومة الفنزويلية الشرعية بقدر المستطاع. صحيح أن كثيرا من شعوب العالم عانى من العنف الأمريكي سواء في عهد ترامب أو ما قبله، لكن مع ذلك صور غزوة الكابيتول في قلب العاصمة واشنطن كانت صادمة. نتابع مقتطفات مما قيل حولها في الإعلام الأجنبي. سيد إلدر، أنت ذكرت أثناء الحلقة بأنه الأمريكيين يعني نادرا ما أو قليلا ما يهتمون لصورتهم في الخارج، لكن أفق هذه المواقف والتي جاءت من دول منها حليفة وقريبة من الولايات المتحدة نتيجة ما حصل في الكابيتول، أي صورة
أعطى ترامب عن الديمقراطية الأمريكية. يعني لو أعطيك فقط مشهد بسيط، ترامب اتهم من خرجوا بهبة ضد العنصرية، اتهمهم بأنهم وصفهم بأوصاف بشعة ودعا لقمعهم، بينما وصف من دخلوا إلى الكابيتول بأنهم أصحاب رأي وهذه مطالب ربما تكون مشروعة. أي صورة أعطى الرئيس هنا عن ديمقراطية بلاده؟ I guess it depends on, you know, who your audience is. I mean, I have spoken. يعتمد ذلك على الجمهور الذين توجهوا إليه. لقد تحدثت مرارا وتكرارا عن مسألة تلوث الأنهر الألمانية من جانب الجيش الأمريكي، وحتى عندما كنا نقدم هذه المعلومات إلى الشعب الأمريكي في ظل وجود علاقات تجارية كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، لن يطلبوا من الأمريكيين الرحيل. لابد وأن نراعي دوما هذا الاعتبار الاقتصادي الذي تحدثت عنه سابقا عندما أشرت إلى مسألة طائرات F-35. وعندما نتحدث إلى الرأي العام العالمي، إلى من نتوجه؟ هل نتحدث إلى أبناء رام الله أو دمشق؟ هم يفكرون مثلنا، ونحن نعرف أننا كنا نقترب من نهاية حكم حكومة فاشية تحاول أن تتبجح بأنها ديمقراطية. والأمر سيام مثلا بالنسبة إلى الناس في بكين، وربما الناس تفاجأوا كما حصل وقت انهيار الاتحاد السوفيتي عندما انهار بشكل سريع نسبيا. الأمر كان مباغتا، وأنا لم أكن أتوقع أن الإمبراطورية في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بالانهيار بطريقة سريعة. بكل حال أعبر عن كامل تضامني مع الناس في العالم في هافانا وكاراكاس ودمشق. بالتالي لا شك في أن هؤلاء مصدومون ليس فقط بما حصل، بل كم حصل ذلك بشكل سريع. الأمر كان يلح في الأفق بالنسبة إلى الجميع. لابد وأن تنهار هذه الإمبراطورية، فهي مغالية في الفساد، لكن الأمر كان مباغتا. بهي حلاوة، يعني ما قام به مايك بومبيو بالتالي هي إدارة ترامب، هل أحرقت هذه الإدارة بالإجراءات العديدة التي تتخذها في الأيام الأخيرة جميع الجسور على إدارة بايدن؟ ولو أقتبس هنا من تغريدة وزير الخارجية الإيراني السيد محمد جواد ظريف عندما يقول الضرر الذي ألحقه نظام ترامب بالإنسانية ليس كافيا في نظر متطرفي هذا النظام، بالتالي هناك ضرر كبير فعلا، وما الذي أحدثه دونالد ترامب بالنسبة لإدارة بايدن؟ يعني ما زال هذا الضرر الذي تحدث عنه يعني السيد ظريف بالإنسانية أو فيما يتعلق بالإنسانية مستمر حتى بما تبقى من إدارة بايدن إذا صح القول، والذي يتصدى لهذا الدور اليوم هو وزير الخارجية أكيد مايك بومبيو. كان لافتا هذا الأسبوع التفاعل الكبير حول رفض مجموعة من القادة الأوروبيين يعني زيارته، وهم فعلا ضاقوا الأمرين من إدارة دونالد ترامب، وبالتالي اليوم يستفيدون من أنه خسر الانتخابات لقطع أي علاقة معه ومع فريق إدارته، خصوصا المقربين. نتحدث عن مايك بومبيو. الإعلام التقليدي في المقابل داخل الولايات المتحدة الأمريكية طوال الأسبوع يتحدث عن الهدايا المجانية التي يعني تقدمها أو يقدمها ترامب للسعودية ولإسرائيل، ويقول أو يصفها بأنها الفخاخ لإدارة بايدن، ويعتبر أنه هذا مؤشر بارز على فشل سياسة ترامب الخارجية. حتى بتحديد سريع يعني حساب بومبيو، خصوصا بعد أن تم حجب حساب الرئيس لمنتهية ولايته ترامب عن منصة تويتر، نجد أنه المنصة البديلة اليوم ربما هي من خلال مايك بومبيو، ارتفع حتى تصاعدت وتيرة تغريداته إلى أكثر من 20 تغريدة في اليوم الواحد، ويحاول أن يملأ هذا الفراغ. لو تصفحنا الحساب التابع لمايك بومبيو طوال هذا الأسبوع نجد صور لشخصيات وقيادات ويعني أشخاص يريد إعادة التفكير بالمشكلات حتى وحدت يعني أو توظيف العمليات التي قاموا بها طوال هذه الأربع أعوام للقاعدة التي يهمها هذا الأمر، وخصوصا يعني اللوبي الإسرائيلي الذي يستفيد
من تداعيات هذه الأعمال في المنطقة. أما الفورين بوليسي مثلا تقول أنه هذه لا تصنف إلا بخانة التخريب السياسي، وتقول أنه يعني دقائق ويعود مايك بومبيو إلى خانة المواطن العادي، لأنه هو من أفشل ربما وزراء الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يقدم فعلا إنجازات يذكرها به الشعب الأمريكي. شكرا جزيلا لك الزميلة بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين، وشكرا للسيد بات إلدر مدير مشروع ميليتاري بويسنز، كنت معنا من ميرلاند من الولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا شكرا لكم. مخاض أمريكا انتهى، في أمان الله.